مفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله القائل في حديثه الشريف: إن خيار عباد الله عند الله الموفون المطيبون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن الإسلام دين الأمن والأمان والسلم والسلام والبر والإحسان، ولا شك أن الوفاء بالعهد قيمة أخلاقية وإنسانية عظمى، بها تدعم الثقة ويتحقق الأمن والأمان بين الشعوب بعضها مع بعض، وتنمو بها أواصر التعاون والمودة والبناء والتقدم بين أبناء المجتمع الواحد. لذا كان الوفاء بالعهد شعبة من شعب الإيمان ودليلا من دلائل الصدق والإحسان، فهو أدب رباني جليل وخلق نبوي كريم وسلوك إسلامي قويم. ولقد أمر الإسلام أتباعه بضرورة التحلي بخلق الوفاء بالعهود والعقود والمواثيق، وأكد على ذلك تأكيدا جازما، فقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال جل شأنه: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. أي التزموا الوفاء بكل عهد أوجبتموه على أنفسكم، سواء أكان فيما بينكم وبين الله عز وجل أم فيما بينكم وبين الناس، ولا تنكثوا الأيمان بعد أن أكدتموها. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا وضامنا حين عاهدتم، فمن أبرم عقدا وجب عليه احترامه، ومن أعطى عهدا وجب عليه الالتزام به. كما أخبر الحق سبحانه وتعالى أن أهل الوفاء الملتزمين بعهودهم ومواثيقهم هم أهل محبته، وهم أهل الصدق والتقوى من خلقه، حيث يقول سبحانه: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ويقول جل شأنه: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وبين سبحانه أنهم أصحاب الأجر العظيم وورثة جنة النعيم، فقال جل شأنه: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ثم بين سبحانه هذا الأجر العظيم في موضع آخر من كتابه الكريم، فقال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. ولقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم من قيمة الوفاء بالعهود، وحذر من نقضها أو عدم الوفاء بها، حيث إن في خيانتها وعدم الوفاء بها فسادا للمجتمعات وفقدا للثقة بين الناس وتضييعا للأمانات. فقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي رواية: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر،
وإذا خاصم فجر. ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغدر، وبين جزاء الغادرين فقال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. قال ابن كثير رحمه الله: والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفيا لا يطلع عليه الناس، فإذا كان يوم القيامة يصير علما منشورا على صاحبه بما فعل، وهكذا يظهر للناس ما كانوا يسرونه من المكر والخيانة، ويخزيهم الله عز وجل على رؤوس الخلائق. وإن من جملة العهود التي أمر الشرع الحنيف بالتزامها وأكد على وجوب الوفاء بها وعدم نقضها عهد الأمان، وهو بمفهوم العصر الحاضر ما تمنحه الدولة من تصريح أو تأشيرة أو إذن بالدخول إلى أرضها لأحد رعايا الدول الأخرى، سواء أكان سائحا أم زائرا أم مقيما، بموجب الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية في التعامل مع الدبلوماسيين ومن في حكمهم، أو بموجب الاتفاقيات الثنائية بين الدول بأي طريق من الطرق المعتبرة قانونا والمعروف والمعمول بها لدى الدول المضيفة وفق قوانينها المنظمة. فبمجرد حصول هذا الشخص على تصريح الإقامة أو تأشيرة أو إذن الدخول أصبح له حق وحرمة داخل هذه الدولة، وأصبح هذا العهد الذي أعطته الدولة له ملزما لكل مواطنيها والمقيمين بها، لا يجوز نقضه أو الالتفاف عليه أو التحلل منه لا شرعا ولا قانونا. ومن رأى من عامة الناس مخالفة تمس أمن وطنه أو تخالف النظام العام لدولته فليس له إلا أن يرفع الأمر لأهل الاختصاص حتى تتمكن أجهزة الدولة من محاسبته في ضوء ما تقتضيه وتنظمه القوانين، إذ ليس لأحد الناس محاسبته على ما بدر منه أو التعرض له بسوء، وإلا صارت الأمور إلى الفوضى وعدم الانضباط. ومما لا شك فيه أن الوفاء بهذا العهد من أوجب الواجبات وألزمها شرعا وقانونا ووطنية وإنسانية. فإذا كان ديننا الحنيف قد أعلى من شأن عهد الأمان وجعل ذمة المسلمين في ذلك واحدة، بمعنى أن العهد الذي يقطعه أحد المسلمين على نفسه يكون ملزما لجميع المسلمين، فما بالنا إذا صار هذا العهد ميثاقا يضبطه وينظمه الشرع والقانون معا متعاضدين، يقوي كل منهما الآخر ويدعمه ويستوجبه. لا شك أن ذلك يقتضي الوفاء بالذمم والعهود لا نقضها ولا تضييعها ولا حتى مجرد المساس بها. إن الإسلام دين حفظ العهود والعقود، دين لا يعرف الغش ولا الخداع ولا الخيانة، فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضوان الله عليهم أنهم منعوا أحدا الأمان أو نقضوا عهد أمان منحوه لأحد، حيث يقول الحق سبحانه مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين.
ويوم أن كان بين سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وبين الروم عهد، فأراد معاوية رضي الله عنه أن يخرج على مقربة من حدود الروم، فإذا انتهى الموعد باغتهم، فلحق به رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر. فنظروا فإذا عمرو ابن عبسة رضي الله عنه، فأرسل إليه معاوية رضي الله عنه فسأله، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية رضي الله عنه، بل وتظهر عظمة الإسلام وتتجلى في أعلى صورها في أمر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يجير ويؤمن من استجاره ولو كان مشركا، بل ولو كان محاربا، حيث يقول الحق سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ولقد رسخ النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القيم النبيلة التي تحقق الأمن والأمان للإنسانية كلها بقوله وفعله، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يجسد لنا عمليا أروع الأمثلة في الوفاء بالعهد حتى مع أعدائه. فعن يوم بدر يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي، فأخذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وعليه فإننا نؤكد أن من واجبنا جميعا الحفاظ على العهود والمواثيق التي تلتزم بها الدولة تجاه كل إنسان يدخل إلى بلادنا، وأن نكون متعاونين ومتضامنين على حفظ دمه وعرضه وماله وخصوصيته، كما أن من واجبنا حسن استقباله وإكرامه ليرى منا ما نحب أن يتصوره عن عظمة ديننا وعمق حضارتنا ورقي إنسانيتنا، بما يسهم في تكوين الصورة الذهنية التي نريدها لديننا ووطننا ومجتمعنا. وهذا هو حال الأمم والشعوب الراقية المتحضرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإسلام،
إن الإسلام دين العدل والتسامح والتعايش السلمي، والمسلم دائما مصدر أمن وأمان وسلم وسلام في كل مكان يحل فيه، في بلاده وفي غيرها. فإذا انتقل المسلم إلى بلد آخر، سواء أكان من بلاد المسلمين أم من غيرها، فإن التأشيرة التي تمنحها هذه الدولة له كعهد أمان يأمن به على نفسه، هي في المقابل عهد أمان منه لأهل هذا البلد يأمنون به على أنفسهم وأموالهم، ويلزمه ذلك أن يخضع لقوانين هذا البلد ويلتزم بها ويؤدي ما عليه بأمانة وصدق، فيحرم عليه أخذ شيء من أموالهم بغير حق، أو الاعتداء على أعراضهم، أو الغدر بهم بأي صورة من الصور، حتى يكون خير سفير لدينه ووطنه وحضارته. فبمجرد دخوله تلك البلاد قد التزم وعاهد الله عز وجل على الوفاء، حتى لا يقع تحت طائلة قول الله عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا دخل الرجل دار غير المسلمين بأمان منهم فلا يحل له أن يأخذ شيئا من أموالهم قل أو كثر، حتى ولو كانوا في حالة حرب مع المسلمين، لأنه إذا كان منهم في أمان فهم منه في أمان مثله، ولأنه لا يحل له في أمانهم إلا ما يحل له من أموال المسلمين. ولله در القائل: وفاء العهد من شيم الكرام، ونقض العهد من شيم اللئام، وعندي لا يعد من السجايا سوى حفظ المودة والذمام. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.